السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي التلميذات، أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بتقويم الوحدة السادسة، دائما الأسبوع الخامس من الوحدة أو الأسبوع الأخير من الوحدة. إذا نص التقويم الذي بين أيدينا تحت عنوان جبال الأطلسي، دائما مرجع المفيد في اللغة العربية الخاص بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. إذا نقرأ النص ثم نجيب عن الأسئلة. إذا تابعوا معي، أقرأ بعجالة النص ثم سنمر مباشرة للإجابة عن الأسئلة المرفقة لهذا النص. جبال الأطلسي. اجتمع موكب من السيارات وأخذنا ندور ساعدين إلى قمة الجبل، وازداد البرد قسوة. بعد مدة بدأت تظهر من الثلوج آثار أخذت تزداد كثافة، حتى كدنا لا نجد على الأرض سواها، وأخيرا دنونا من القمة. ألا ما أجمل وما أعجب المنظر! هناك على القمة انتشرت الثلوج البيضاء، ومن دونها انتشرت غابات الصنوبر الدكناء. وتساءل بعضنا، في أي بلد نحن؟ أنحن في جبال الأطلس أم في جبال الألبي؟ وأكد لنا المرشدون أننا في جبال الأطلس. وعندما بلغنا الغابة كانت الخيام مضروبة، كل خيمة منها كالبيت العظيم. وجاء وقت الغذاء، فتحلقنا حول الموائد والوسائد العالية تحتنا، والثلج والشجر خارج الخيام تشاهده أعيننا، دفء في الداخل وجمال في الخارج. وانتهى وقت الطعام، فشرعنا نرشف الشاي الساخن، وإذا بفرقة موسيقية شعبية قبالة الخيمة تنشد أغاني محلية. وقبل أن تميل الشمس إلى المغيب أخبرنا المرشدون بالرحيل، فرحلنا لا ندري متى نعود إلى هذه البلاد العزيزة، حيث الطبيعة الجميلة والكرم الأصيل. إذن أصدقائي، نمر مباشرة إلى الإجابة عن الأسئلة المرفقة لهذا النص، ونبدأ مع السؤال الأول. أنجز شبكة مفردات كلمة سفر. إذن سفر، اقترحت عليكم قطار، رحلة، طائرة، سيارة. السؤال الثاني، أضع علامة في خانة المعنى المناسب لكل كلمة. إذن كلمة دنونا تعني اقتربنا. كلمة مضروبة تعني منصوبة. كلمة شرعنا تعني بدأنا. السؤال الثالث، أضع علامة أمام الاختيار المناسب. زار الكاتب جبال الريف أو جبال الأطلس أو جبال الألبي؟ إذا الجواب الصحيح بطبيعة الحال هو جبال الأطلس. السؤال الرابع، أملأ الجدول بالأوصاف التي أطلقها الكاتب على الطبيعة. إذا سنستخرج من النص أولا أوصاف الطبيعة. إذا وصف الطبيعة، إذا وصف الثلوج البيضاء، غابات الصنوبر الدكناء، ازداد البرد قسوة. إذا جميع هذه الأوصاف ذكرت في النص في وصف الطبيعة. الثلوج البيضاء، غابات الصنوبر الدكناء، ازداد البرد قسوة. بالنسبة لوصفه لحسن الاستقبال، كتب الكاتب كل خيمة منها كالبيت العظيم، دفء في الداخل وجمال في الخارج. إذن دفء المشاعر ودفء حسن الاستقبال والكرم والجود للسكان المحليين. كذلك الشاي الساخن، إذن كذلك مظهر من مظاهر حسن الاستقبال، والفرق المحلية التي تنشد أغاني محلية، إذن تعبيرا عن فرحهم بهذه الزيارة. السؤال الخامس، أقترح عنوانا لكل فقرة. إذا الفقرة الأولى اقترحت عليكم عنوان الطريق نحو قمة الجبل. الطريق نحو قمة الجبل. بالنسبة للفقرة الثانية اقترحت عليكم جمال جبال الأطلس. جمال جبال الأطلس.
بالنسبة للفقرة الثالثة، اقترحت عليكم كعنوان لهذه الفقرة كرم الاستقبال. وبالنسبة للفقرة الرابعة والأخيرة، اقترحت عليكم كعنوان لها نهاية السفر. نهاية السفر. السؤال رقم 6، ألخص النص مستثمرا تعلماتي السابقة. إذن كتلخيص للنص أقترح عليكم هذا التلخيص. يتحدث النص عن رحلة موكب نحو جبال الأطلس ورحلة الصعود نحو القمة، حيث يصف الكاتب جمال الطبيعة الأخاد وكذلك كرم الضيافة وحسن استقبال السكان المحليين للموكب، وفي الأخير وصف الكاتب تعلقهم بالمنطقة وجمالها. إذن أعيد هذا التلخيص. يتحدث النص عن رحلة موكب نحو جبال الأطلس ورحلة الصعود نحو القمة، حيث يصف الكاتب جمال الطبيعة الأخاد وكذلك كرم الضيافة وحسن استقبال السكان المحليين للموكب، وفي الأخير وصف الكاتب تعلقهم بالمنطقة وجمالها. إذن هذا هو التلخيص الذي اقترحته عليكم كتلخيص للنص. إذن الآن نمر إلى الظواهر اللغوية مع السؤال الأول. أدرج الكلمات الآتية في الجدول. إذن لدينا الكلمات المفردة والمثنات والجموع. إذن الكلمات المقترحة هي موكب. إذن موكب عبارة عن كلمة مفرد، إذن سنضعها في خانة المفرد. السيارات سنضعها في خانة الجمع. الجبل سنضعها في خانة المفرد. الخيام في خانة الجمع. المرشدون كذلك في خانة الجمع. الخيمتان في خانة المثنى. السؤال الثاني، أصنف الكلمات الآتية في الجدول إلى كلمات أو أسماء مؤنثة وأسماء مذكرة. إذن دورة اسم مؤنث، برد مذكر، قمة مؤنث، غابة مؤنث، دكناء مؤنث، داخل مذكر، بيت مذكر، أرض مؤنث. إذن أعيد الأسماء المؤنثة هي دورة، غابة، دكناء، أرض، قمة. بالنسبة للأسماء المذكرة هي برد، داخل، بيت. السؤال الثالث، أستخرج من النص اسم إشارة. إذن اسم الإشارة المستخرج من النص هذه. السؤال الرابع، أصنف الأفعال في الجدول. بدأت، دنونا، تميل، تشرع. إذن بدأت عبارة عن صحيح مهموز، إذن فعل صحيح مهموز. دنونا عبارة عن فعل معتل ناقص. تميل معتل أجوف. تشرع صحيح سالم. السؤال الخامس، أشكل الكلمات ما كتب بالأزرق في النص. إذن لنرجع إلى النص ونرى يعني الكلمات وهي مشكولة. الثلوج، الغابة، الخيام مضروبة، والفقرة الأخيرة، وقبل أن تميل الشمس إلى المغيب أخبرنا المرشدون بالرحيل، فرحلنا لا ندري متى نعود إلى هذه البلاد العزيزة حيث الطبيعة الجميلة والكرم الأصيل. إذن نرجع إلى الأسئلة وتوقفنا عند السؤال رقم 6. أملأ الترسيم الآتي بجملة من الفقرة الثالثة من النص. إذن الفقرة التي سنملأ بها هذا الجدول هي كانت الخيام مضروبة. إحدى أخوات كان هي كانت، اسمها الخيام مرفوع، خبرها مضروبة منصوب. السؤال السابع، أعرف الأسماء الآتية تارة بأل وتارة بالإضافة. إذن مرشد نقول المرشد أو مرشد السياح. مدينة نقول المدينة أو مدينة القدس. صومعة نقول الصومعة أو صومعة المسجد. إذن أصدقائي، السؤال
الثامن والأخير، أكتب ما يمليه أستاذي أو أستاذتي علي. إذا بالنسبة لهذا السؤال مرتبط دائما بالفصل الدراسي، مرتبط بالأستاذ ومرتبط بكم أصدقائي، يعني ضروري من تواجد في القسم لكي تكون فعالية التمرين وفعالية السؤال، يعني عبر إملاء وتصحيح الإملاء داخل الفصل الدراسي. إذن أصدقائي، بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن الأسئلة المرفقة للنص التقويمي الخاص بهذه الوحدة، الوحدة السادسة تحت عنوان جبال الأطلسي. أتمنى لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء.